الوضع حاليا صاير وضع مزري للغاية. طبعا يعني كل يوم يتوافدون المهاجرين والعدد يعني يضعف اكثر فاكثر. I got catch Tunisian police got me on the street, then they arrested me, then take me down to Sahara Desert. أنا أقولها مرة أخرى، نحن أفارقة ونعتز بانتمائنا الإفريقي، نجير من يلجأ إلينا، ولكن نرفض أن نكون لا أرض عبور ولا أرض توطين.